الغلط فيها هي يعني، لا بلاش اقول الجملة دي، بلاش. ردي عليهم بالاسباني، بيسألوا كيف حالك، اقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ مش عارفة. موي بيان، صح كده؟ موي بيان. الله، انا بتكسف قوي اتكلم. موي بيان جراسياس، موي بيان جراسياس. انا بتكسف قوي اتكلم اسباني، بتكسف بجد. عايشة على الإعانات بتاع الهلال الأحمر الدولي. الله يكون في عوننا، اتبرع للهلال الله يخليك، خلينا نزود المعونات. هتعلم، لازم هتعلم تو اسبانيول. I'm Fernando, I'm Egyptian. بس هتعلم اسباني، هتعلم عشان اتكلم معاهم بقى. مش هينفع كده. تعرفوا ان محدش هنا بيصدق ان انا اصلا مش اسبانية، وانا لازم اعمل تحليل الدي ان ايه ده اللي هو بيتعمل اونلاين. بصراحة انا جالي فضول بجد اعرف انا ليه بحب اسبانيا، وليه بحس بالانتماء ليهم، وشبههم كمان. دايما عندي فضول اعرف. امير، انا حابة التفاعل بتاعك والله يا اخي. الشات، لا مش هفتح الشات. انت عايشة في اسبانيا؟ انا دلوقتي في جزر الكناري فترة مؤقتة. لا حبيبتي مش شبههم، لا شبههم، هم قالوا لي ان انا شبههم. تمام، انت مالك؟ هم قالوا لي ان انا شبههم، حتى لو هم بيضحكوا عليا. هما المسؤولين. انت احلى منهم. اهلا يا نور. Don't block me please. انا داخل انام بقيتك لايف. لا انام احسن، عشان احنا كده ولا كده بنعملش حاجة في اللايف. كنت تافه بس. صباح الخير من نيويورك، صباح مساء الخير من جزر الكناري. انا قد ايه متضايقه ان انا مش عارفه ارد على الناس اللي بتكتب بالاسباني. تحيا اسبانيا، دايما دايما يا رب تحيا اسبانيا، بلد جميله. لازم اترجم اللي خوتي بيقوله، خوتي من مكسيكو. تمام، وفرناندو بيقول ايه؟ اللي انا ترجم اللي فرناندو بيقوله. Übersetzen. Dies ist mein Nachname. اوكي. الاخ من جزر الكناري. كيفك خالتو؟ منيحة، انت كيفك؟ طمني عنك، ان شاء الله بخير. انتو مكسيكو، انت من المكسيك يا فرناندو؟ انا الحمد لله كويسة يا جماعة. محتاجة اترجم كمان اللي امير بيكتبه بالاسباني. لحظة لحظة لحظة. ايوه،
فرناندو فايدلي كان شبعلش كان اه. وانتي هادية كده في العادي ولا بس على اللايف؟ لا انا اهدى من كده يعني، طاقتي بتطلع. الله انا عاجبني ان انا اقف هنا. استنوا اعملوا لي سكرين شوت، عجبني البوز ده. الله طاقتي بتطلع بشكل تاني يعني، ما بتطلعش في الصوت. شدي حنكك يعني، خلي عندك عزة نفس. ماشي، متمنى لك خير يا نور، يا رب توصل لقرار كويس بين ألمانيا وهولندا.